الدوري العام ذات الشروط بدأت لا تكون المسابقة في 2018 2019 مقاومة من 42 فريق مقسما على ثلاث مجموعات جغرافية زي ما كانت. يعني مش هيتم تغيير نظام الأمور. احنا معنا على الهاتف السيد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. كباتن الكابتن فوزي شناهي همام كباتن الآن القوائم 25 لاعب وأربعة أجانب. عايز أعرف من حضرتك كيفية هذا القرار، وبناء على إيه تمت الدراسة، لأن هذا الأمر أعتقد أنه هو إيجابي للغاية. لا، هو الحقيقه ان كان الموسم السابق كان في بدايه الموسم اعلى اتحاد مع كل الانديه، وكان مساله ال 30 كانت معروف انها مرحليه تقريبا. مع في منتصف الموسم قعدت اغلبيه الانديه مع الاتحاد، وكان الراي الغالب يمكن باستثناء نادي او اثنين هم اللي كانوا رايهم ان لا تستمر قائمه ال 30. الحقيقه كثير من الانديه وجدوا ان مساله ال 25 لاعب بقت افضل، خاصه ان الاتحاد بيسمح باعاره عدد كبير من اللاعبين المتعاقدين مع النادي، فيقدر النادي يستفيد من كل اللعيبه المتعاقدين معاه، سواء ب 25 لاعب اللي هم هيسجلوا وهيشاركوا في المباريات، او بقيه المتعاقدين اللي النادي ممكن يعيرهم او اللي ممكن ينقلهم لانديه اخرى. فال 25 دول اللي هم هيشاركوا في المباريات، لكن في براح اكبر للمتعاقدين ان هو ممكن نادي ينقلهم سواء بالاعاره او بالانتقال الحر. طيب بالنسبه للفندم، متبقي موسمين، الموسم المقبل اللي هو 2018 2019 وموسم 2019 2020 عشان ونرجع تاني لثلاث لاعبين اجانب، وده عشان اللي عنده عقود يلحق يعني يستوفيها او يتطرف في اللعيبه دي. وكان الراي نستمر المساله ان عشان نفضل محافظين على القوائم بتاع الفريق، فاللي يشارك في الملعب في نفس التوقيت يكونوا ثلاث لاعبين فقط. يعني اضافه للسكور شيت لعيب واحد فقط يكون موجود، ولكن في الملعب ثلاثه. ممكن يقعدوا في السكور شيت زي ما انتهى الموسم. انتهى الموسم بهذا النظام، هيبدا الموسم الجديد بنفس النظام. بنفس النظام، مفيش اي تغيير. يعني الموسم الماضي اعتقد كان ثلاثه فقط اللي بيسمح لهم في السكور شيت، ولكن لا، كان في بدايه لحد مثلا الدور الثاني كان الثلاثه في السكور في تقرير المباراه او السكور شيت، ثم بعد كده سمح بقيد الاربع لاعبين في تقرير المباراه بشرط ان ثلاثه بس اللي يقدروا يشاركوا في ينزلوا التوقيت. طيب مقسمين على ثلاث مجموعات بعد الهبوط والصعود، هبط 15 صعد 9، بقي يعني قل 6 فرق، فيشارك فيه ان شاء الله 42 فريق. ال 42 فريق دول هيقسموا على ثلاث مجموعات، توزيع جغرافي مجموعة مش توزيع قوة، لا توزيع جغرافي. توزيع جغرافي زي بحري والوسط والدلتا والصعيد. لا بقى جغرافي بقى الأقرب فالأقرب. طيب كان في كلام يا فندم إن هيكون في دمج للثلاث مجموعات، وتبقى زي ما بيحدث في كل العالم إن بيبقى الدوري القسم الثاني بيبقى دوري مثلا من 16 أو 20 فريق بيصعد منه ثلاثة. لا، بعد الكلام ده هيؤجل. هو الكلام ده كان متخذ في التالي، لكن هي المساله كانت فكره انه كان يبقى الموسم المقبل على طول. وجد الاتحاد كتير جدا من استبقاها اولها لتمويل ضخم جدا وتسويق كبير، يمكن مساله اهتمام وارتباط الشركات اكثر بكاس العالم، وبالمساله دي ما اداش الفرصه ولا البراح ولا التوقيت اللي يلحق يتسوق بالشكل اللي يقدر يغطي 80 90 مليون جنيه عشان تقدر المسابقه دي الانديه تصرف فيها
بشكل طبيعي وتعوض كل الانديه. ففي الاخر كان القرار هو ان الموسم عشان حسما الجدل ان شاء الله باذن الله الموسم المقبل القسم الثاني كما هو 42 فريق مقسم على 3 مجموعات، ثم التالي يكون مجموعه واحده ان شاء الله. يعني تم اختارهم بهذا الامر يا فندم ان هو من حضرتك ده قرار المجلس بالامس بالامس ان شاء الله المنشور كله بيتجهز هيرسل ثم بعد كده هترسل شروط المسابقات بالكامل ان شاء الله. طيب يا فندم عايز اسال حضرتك على موضوع اللاعبين السوريين والفلسطينيين، هيتم التداول معهم او التعامل معهم بان هم غير اجانب لمده موسمين؟ كما يعني ده من اول دقيقه لما تم الاتفاق على هذا الامر، تم الاتفاق على ان اللاعب السوري هيعامل معامله اللاعب المصري بس حد اقصى 2 في القايمه. الفلسطيني في قرار وزاري قديم من 2003 او 2004 على ما اذكر ان هو اللاعب الفلسطيني يعامل معامله اللاعب المصري من حيث القيد. اللاعب السوري السنه اللي فاتت نظرا يعني للظروف والدراسه اللي تمت في التوقيت تم اتخاذ قرار ان اللاعب السوري عمل ما يعاملش معامله الاجنبي بحد اقصى 2 لاعبين لكل فريق، وده لموسمين فقط، انقضى منهم موسم متبقي موسم ان شاء الله يكون ده الموسم الاخير باعتبار اللاعب السوري غير اجنبي. طيب الموسم القادم يا فندم هيبقى فيه دوري الرديف ولا مفيش؟ لا هو مش دوري الرديف، هو في مسابقه الجمهوريه مواليد 97 اللي بيلعب معاها يقدر يشارك فيها 3 من الفريق المقيدين بالفريق الاول. ايوه النادي يقدر يستفيد منهم، لعيب راجع من اصابه، لعيب عايز يشاركه بشكل معين. ودي دايما المرحله السنيه اللي بتبتلي الفريق الاول بتكون فيها الشروط دي. السنه الجايه ان شاء الله مسابقه 97 تعرف انها يكون سن او مرحله المنتخب الاولمبي. ايوه حفاظا على لعيبه بتوع المنتخب الاولمبي قرر المجلس ان يبقى فيه مسابقه 97 يشارك فيها 3 من الفريق الاول، في مسابقه 99، في مسابقه 2001، الثلاث مسابقات دول جمهوريه اجباري على انديه القسم الاول المقيدين للاعبين في هذه المراحل، مسابقه 2003 هتكون مسابقه جمهوريه اختياريه لانديه القسم الاول، يعني لو نادي قال لا انا هشارك في الثلاثه دول والثالثه دي مش هقدر اشارك فيها فيسمح لي انه يشارك في المناطق او في الفروع. المسابقات الزوجيه 2002 2002 2004 تكون فروع والقطاعات. طيب يا فندم اخد حضرتك لشكل بعثه مصر في كاس العالم، خلاص كده ما شاء الله موضوع تنسيق المسابقات اعتقد انه على اكمل وجه وحاجه صراحه انا شايفها مبشره، يعني تم دراستها واي حاجه بيتم دراستها بشكل جيد بتبقى مبشره. بالنسبه لشكل بعثه مصر في كاس العالم ان شاء الله باذن الله هتنقسم المساله لجزئين، طبعا بعد انتهاء المعسكرات اللي جايه المنتخب ان شاء الله مباراه الكويت يوم 25 ثم مباراه كولومبيا في بيرجامو في ايطاليا يوم 1/6 ثم بلجيكا في بروسلز يوم 6/6 هيعود المنتخب. بس المنتخب اتحرك ان شاء الله من القاهره لجروشر 6/6 هيكون مع البعثه نائب رئيس البعثه الكابتن مجدي عبد الغني، هاني ابو ريده رئيس الاتحاد ورئيس البعثه المشرف على المنتخب هيكون موجود من يوم 9 في موسكو بصفته عضو في مجلس الفيفا بصفته الدوليه يا فندم الموجود في الكونجرس الفيفا اللي هيقام او هينعقد في موسكو في 13/6 هيتوجه من اعضاء المجلس كرم كردي واحمد مجاهد ده هيكون الوفد المشارك في الكونجرس. طب فندم ممكن اسال حضرتك عن ما هي طبائع كونجرس الفيفا اللي هيكون في المرحله المقبله؟ يعني هيتكلم على ايه؟ جدول الاعمال بتاعه؟ لا ده قصه طويله بقى محتاجه الواحد. لا ابرز الاصل الاعمال لو انا وريت لك الكونجرس اللي جاي هتلاقيه مثلا يزيد عن 300 صفحه مثلا. اصل المشاهد العام يا فندم المشاهد العام بيبقى حابب انه ياخد انطباع، يعني ايه ابرز المعالم؟ في قرارات كثيرة جدا متعلقة باستراتيجيات كرة القدم وبالفترة وبالمرحلة المقبلة، فيها القرار فيما يخص تنظيم كأس العالم 2026، فيها جدا من البطولات اللي هتخلق جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. فيها يعني.
طيب استاذ احمد، عايز اخد راي حضرتك، هل حضرتك يعني ممتن لتجهيزات منتخب مصر قبل السفر الى روسيا في المونديال؟ ممتن ولا مقتنع؟ لا يعني الاثنين، يعني الاثنين واحد. لا مقتنع. للمنتخب الوطني الاول يعني عالي من كل ما امكن الاتحاد ومجلسه بنفس المنطقه، فانا بريد ان نعمله ان شاء الله باذن الله، يعني نقدر نعدل صوره تليق بسمعه واسم الكره المصريه ان شاء الله. طيب استاذ احمد، غدا نهايه الدوري المصري الممتاز، كيف شاهدت هذا الموسم من وجهه نظر حضرتك؟ هو انا يكفي ان حضرتك تعرف ان احنا هنا مسابقه الكاس الدوري، مسابقات حتى الان اتحادات عريقه وبلاد كبيره جدا، عشان الوقت وعشان كاس العالم لحد دلوقتي لسه بتنهي في مسابقاتها. احنا المفروض الحمد لله يعني زي ما وعدنا في بدايه السنه. لازم اشكر الحكم عامر حسين رئيس مسابقه القسم الاول اللي قدر بالحياه باختبار انه ينهي المسابقه بشكل طبيعي، القسم الاول ومسابقه كاس مصر. طبعا كل رؤساء اللجان، كل التحيه للكابتن خالد كامل رئيس لجنه القسم الثاني، الكابتن عادل محفوظ رئيس لجنه القسم الثالث، كابتن اقامه فتح رئيس لجنه الحكام، كابتن فوزي السكوتي رئيس لجنه القطاعات. كل دي مسابقات وكثير جدا من الافرع اللي فيها لجان مختلفه، كل دي مسابقات انتهائيه. انا لتسليم النادي طيب يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا المهندس احمد مجاهد مره ثانيه، عشان احنا بنساله على امر مهم للغايه. صراحه تحدثنا فيه العديد